الكوفة بأجناس من أديان بها المسلم فصيل الدار بالإيمان نصارى القيس حزب عيسى نبي الرحمن ومن موسى اليهودية بها أركان بها تزخار من الأشرار والأعيان ثقافات حضارية إلى الإنسان هذه الكوفة بها أجناس من أديان بها المسلم أصيل الدار بالإيمان نصارى القيس حزب عيسى نبي الرحمن ومن موسى يهودية بها أركان بها تزخار من الأشراف والأعيان ثقافات حضارة إلى الإنسان والمظلوم يدرك الخطورة وما ما واضحة الصورة ولا الكوفة يرسل بها نورة من يملك رايا والمشوش والمظلوم يدرك الخطورة وما ما واضحة الصورة ولا الكوفة يرسل بها نورة من يملك رايا والمشورة هذه الكوفة بأجناس من أديان بها المسلم أصيل الدار بالإيمان نصارى القيس حزب عيسى نبي الرحمن ومن موسى اليهودية بها أركان بها تزخار من الأشرار والأعيان ثقافات حضارية إلى الإنسان والمظلوم يدرك الخطورة وما ما واضحة الصورة ولا الكوفة يرسل بها نورة من يملك رايا والمشور والمظلوم يدرك الخطورة وما ما واضحة الصورة ولا الكوفة يرسل بها نورة من يملك رايا والمشورة هذا السفير يرسل وادي الكوفة يحمل صفات الولي هي معروفة هو عليه الموت قام
نفسه موصوفة هذا بطل في كل أمور تشرح حروفه هذا السفير يرسله وادي الكوفة يحمل صفات الولي هي معروفة هو علم علم تلقى نفسه موصوفة كذا بطل في كل أمور تشرح حروفة ومن روحها الجهادية يثور بثورة سلمية يثور بثورة سلمية وأبعاد سياسية يكون بها ملم هي ومن روحها الجهادية يثور بثار سلمية يثور بثار سلمية وقرارات صوابية بها الإصلاح أساسية لكل الناس يضل ضيا لكن المذهب هو ريا قراراته صوابية بها الإصلاح أساسية لكل الناس يضل ضيا لكن المذهب حرب حق والسيف وأبعاد السياسية يكون بها ملم هي ومن روحها الجهادية يثور بثورة سلمية يثور بثورة سلمية بها الإصلاح أساسية لكل الناس يضل ضيا لكن المذهب هو ريا لكن المذهب هو ريا ما له المسلم صاحب الفكر والعلم وامتيازات بالحلم في الحرب حق وسلم ما لها المسلم صاحب الفكر والعلم وامتيازات بالحلم في الحرب حق شهيد الثورة قصر الإمارة مسلم دمام النحرة.